Good afternoon and welcome to our second lesson where we'll be discussing the lessons for the bachelorette. عندك السلام عليكم اسمي استاذ ناصري ومرحبا بكم دوزيام سين وستانا تاع مراجعه البكالوريا. الدرس اللي حنديروه اليوم اسيام صفات الدم السيلا. الدرس اللي حنديروه اليوم فاينل اس. فاينل اس هدايا هو الاس الاخير. الدرس هذا يعتمد على برونونسياسيون تاع الاس الاخير في الكلمه. كيفاش يجي في الباك؟ بيان سور توجور نبداو كيفاش يجي ليكزارسيس في الباك. يجي على شكل طابلو كيف كيف راني سور تكونوا شفتوه من قبل. اس زد اي زد ويعطيك مجموعه تاع كلمات باش تعمرهم في الطابلو كما قلنا. هاي كيفاش يجي في الباك. الطريقه اللي نحلوها بيان سور كاين قوانين. قبل ما نبداو القوانين نهضروا على الكلمات اللي يجوا في ليكزارسيس تاع الباك. يعطوكم كلمات وتريماركيو باللي كامل الكلمات يخلصوا باسم على الاخر. هاد الاس دي فوا يتنطق س، دي فوا يتنطق ز، ودي فوا يتنطق از. سا ديبون دو كا كيفاش القانون تاعها باش نحطوها في الخانه تاع الطابلو. نبداو ديريكت بالقوانين. عندنا القانون الاول. القانون الاول رول. القانون واش يقول؟ القانون يقول الكلمة ما تسيش تنطقها كي تكون في الباك. هضرنا عليها لا دانيير فوا نزيدو نهضرو عليها اليوم. كي يعطيك اكزارسيس كيما هذا ولا اكزارسيس كيما لي سيرا ولا اي جو تاع اكزارسيس وين لازم تنطق الكلمة باش تحطها في الطابلو دائما نيفيتيو النطق. دير الباك بلا ما تهضر والو. القانون تاعها كيفاش تحل هاد الجو تاع لي زيكزارسيس هو في الفاينل اس دائما دائما تشوف الحرف اللي قبلها. دوكا هاد الحرف يسمو لي كونسون. كونسنس الكونسون هو جميع حروف جميع الحروف الا فاولز. واش معناتها هادي؟ معناتها جميع الحروف بي سي D ال E ما يتحسبش. F G H ما يتحسبش. ال E K اكسيتيرا اكسيتيرا حتى ال Z جميع الحروف أبار لي فوايل هما لي كونسون. تسمى واش معناتها؟ هنا زعما يجي B نشوفو ال B، هنا يجي ال F نشوفو ال F، مي هنا لو كان يجي ال E نشوفو الحرف اللي قبلو اللي هو زعما نقولو ال L زعما ال E S. نشوفو الحروف اللي قبلهم لي فوايل ما يتحسبوش هنا تروح اوتوماتيكمون الكونسنس. صح هذا هو القانون تاعو. دوكا شاك كونسون عنده الخانه تاعو سبيسيال به. معناتها دوكا كي نشوف البي اوتوماتيكمون على بالنا بلي البي يجي في هذه الخانه. تسمى هذه الكلمه مهما تكون باغ اكزومبل نقولوا رابز هذه الكلمه اوتوماتيكمون حتجي في الخانه تاع زاد. الاف مهما تكون الكلمه تخلص باف اس اوتوماتيكمون على بالنا بلي حتجي في الاس. زعما نقولوا ال اوتوماتيكمون على بالنا بلي ال جاي في هذه الخانه. معناتها نحكموا الكلمه بلا ما نقراوها بلا ما تسيي تفهموا واش معناتها بلا والو اوتوماتيكمون تربح النقاط تاعك. شوف الكلمه شوف واش يجي قبل الاس الفوايل لا الكونسون ال. شوف الكلمه واش يجي قبلها كونسون وعلى بالك اما خانه. دوكا بيان سور لازم نتعمقوا في الرول هذايا. كي نروحوا لشاك خانه حنهضروا على جميع الحروف اللي يجوا في هذيك الخانه. دوكا نتوما ماشي اوبليجي تحفظهم، ما تقدرش تحفظ كاع الحروف وين يجوا، اللي يقدر يحفظهم اللهم بارك، مي اللي ما قدرش يحفظهم حيوالف بلي زيكزارسيس يروح يحل زيكزو تاع الباك، يحل الزيكزو اللي حنديروهم هنايا، يوالف الكلمات بلا ما ينطقهم يقدر يعرف انا كلمه تجي في انا خانه. نبداو بالقانون تاع الخانه الاولى تاع اس. عندنا الخانة تاع اس. نعطيكم ليستة تاع الحروف ونعطيكم دو زيكزومبل في شاك حرف. هاد لي زيكزومبل ماشي اوبليجي هما اللي يطيحوا في الباك، مي كي نعطيك اكزومبل تقدر تشفع عليه باش في الباك يطيح لك كلمة ولا كي تكون تحل لي زيكزارسيس تشفع على كلمة تنشبهوا لهم. نبداو بالخانة تاع اس. عندنا البي الكا تي ستوبس. نبداو بالبي كا وتي. وعندنا الاف البي كا و تي. نسيو دي زيكزومبل كيما كي نقولو حبس اون اونجلي ستوب. كي نزيدو لها اس تولي ستوبس.
شوفوا لو ماركيو بلي نطقها اس س بصح ماشي اوبليجي تنطقها في الباك. شوف برك الكلمه شوف واش كاين قبل الاس بيس كاين البي والبي راهو في الخانه هذه تاع اس اوتوماتيكمون تحكم الكلمه وتكتبها في الخانه هذيك. كيفاش نقولوا لا بوليس كوبس ستوبس كوبس هادو هما زوج كلمات الاولين. نروحوا لهنا كيفاش يقولوا تمشي ووكس اوتوماتيكمون كاين ك قبل الاس ديريكت نروحو نكتبوها في الخانة تاع اس. كيفاش نقولو يتكلم talks اوتوماتيكمون كيف كيف نشوفو الحرف اللي يجي قبل الاس هو اللي يحدد اما خانة نحطوهم. ها نروحو لحرف تي. كي تجو تلعبو اكس بوكس ولا بلاي واش تعبزو باش تبداو الجو القفلة اللي جاية في الوسط start باش تبدا. كي تزيد لها اس تنطق starts تسمى ديريكت نحطوها في الخانة تاع اس. نكتب برك طابلو هنايا باش تشوفوا عليه كي تكونوا تحلوا كي تكونوا تشوفوا في هاس كي تكونوا تشوفوا كي تكونوا تشوفوا في الاكزرسيس والحل تاعهم راك تشوفوا وين تحطهم. و دوكا كي نقولوا زعما بار اكزومبل لافس رماركيو بلي هاد سمحوا لي نسيت عفسه هنايا ستارتس و كاين بار اكزومبل باش نقولو يضرب هيتس كيف كيف ما يهموش لي زيكزومبل هادو هما ذا كومن ووردز. كومن ووردز معناتها كلمات عامة يستعملوهم بزاف يهضرو بيهم كابابل يطيحو في الباك. اذا طاحو هاد الكلمات ماشي معناتها عندي سوجي خاطش صرات ديجا من دي لي زيلاف تاعي كلمات طاحو في الباك خرجت الهضره الشيخه وعندو سوجي تاع الباك. صراحة عندنا لابس وكاش يقولو بيان اون انجلي graphs. رماركيو هنايا بلي هادي وهادي الزوج ما عندهمش اف مي البي اش في لونجلي تنطق ف تسمى وين تشوف البي اش ولا جي اش في اخر كلمه قبل الاس اوتوماتيكمون تنطقو ف. لاكس معناتها يضحك graphs معناتها بيان. شفت بلي في الفيديو اللي فات قالوا لي تهضروا لونجلي الكلمات لونجلي اشرح المعنى تاعهم. ستوب معناتها تحبس كاب لا بوليس ووكس يمشي توكس يتكلم starts يبدا hits يضرب laughs يضحك graphs بيان. ونزيد لكم كلمه هنايا برك تخلص بالاف كيما cliffs اوتوماتيكمون ان cliffs هي حافه الجبل a cliff حافه الجبل. كي نزيدو لها اس تنطق cliffs. هذا لو ديروا عليها بوز وريماركي هذيك المرحله الاولى تاع الاس. لو كان نروحوا للخانه الثانيه اللي عندنا فيها زاد. زاد عندها مجموعه حروف خاصه بها كي تجي قبل الاس اوتوماتيكمون نحطوها في الخانه تاع زاد. نبداو بثلاثه ولا اربعه الاولين بين ال ام نبداو بهذو كيف كيف عندك ال بي جي ان دي ايغراك في ال ام هادوما كي يجوا قبل الاس اوتوماتيكمون تنطق الكلمه ز في اخر كلمه ز. نعطيكم اكزومبل كاش يقولوا ليكزومبل اللي درناه من قبل يسرق رابز روما كي خلاص بالاس مي كي يجي قبلها بي اوتوماتيكمون نحطها في الخانه تاع ز. عندنا بار اكزومبل يطعن ستابز روما كي كاين البي قبل الاس اوتوماتيكمون تنطق ز. روحوا لهنا كيفاش يقولوا ملك king كي نزيدو لها اس kings كاش يقولو خاتم ring اوتوماتيكمون كي نزيدو لها اس تولي rings. عندنا هنايا كاش يقولو يجري runs وكاش يقولو بار اكزومبل يقولو ينظف queens. روماركيو بلي نطقتهم كاع ز خاطش جايين قبل الاس مجموعة تاع الحروف هادوما. كاش يقولو اباء مجموعة تاع اباء dads وكاش يقولوا يقرا reads. هام لك الاربعه الاولين نهضروا على الاربعه الاخرين كاش يقولوا يلعب. هادو هما لي زيكزومبل ماشي مهمين هادو هما باش برك نبين لكم باللي بلي زيكزومبل تقدر تفهم خير. plays كاش يقولوا ايام days كاش يقولوا يحب loves وكيفاش يقولوا دفع ولا طبع عفسه.
En anglais, elle parle shove, to shove something. Push, technique existe, mais push, mais خلاص بالفي. تسمى عندنا shoves. كاش يقولوا يعيط في التليفون؟ Example, calls. وكيفاش يقولوا par exemple يسرق steals. هذو هما لي زيكزامبل لي كان يجوا على الزهر. غادي نعطيكم لي زيكزامبل برك. كاش يقولوا مجموعة أمهات؟ moms. mothers تيكزيستي مي mother ما تخلاش بالام. تسمى نديرو هاد ليكزومبل تاع moms. وكيفاش يقولوا par exemple اي اكزومبل لي خلاص بالام. لي زيكزومبل توجور يطيرو لي كي نكون نشرح في الدروس. اسماوات names. ريماركي من ليكزومبل لي عطيتكم مقبلة وين قلت لكم لي فوايل ما يتحسبوش. هنايا names تخلص بالاو اس. مي ريماركيو حنا توجور نولو للام. بس هو الكونسول. هادو هما لي زيكزومبل تاع فاينل اس في الخانه تاع زي. صح. وعندنا الار. الار نديرو فيه اكزومبل بار اكزومبل النجوم. كاش يقولوا النجوم ستارز. ولا بار اكزومبل يصفي كليرز. هادو هما لي زيكزومبل اللي عندنا في الخانه تاع الزاد تاع فاينل اس. روماكيو لي زيكزومبل روبز يسرق ستابز يطعن كينجز ملوك رينجز خواتم رانز يجري كلينز ينظف دادز اباء ريدز يقرا stars نجوم clears يصفي plays يلعب days ايام loves يحب shoves يطبع calls ينادي steals يسرق moms امهات names اسماوات. اوكي هادو هما لي زيكزومبل في الخانه تاع الزاد. دوكا نروحو للخانه الاخيره تاعنا اللي هي الخانة تاع إيزاد. عندنا الخانة تاع إيزاد واش تقول؟ عندنا مجموعة حروف كاين دبل اس اكس سي سي اتش باغ اكزومبل تي سي اتش. عندنا ثاني اس اتش ونبداو هنا. كيفاش يقولوا واش يصرى لي زيلاف كي تقرب الباك؟ stresses. وكيفاش يقولوا par exemple يشتاق الى misses يتوحش. كيفاش نقولوا يلاكن boxes ولا صناديق. الزوج عندهم نفس المعنى الكلمه. وكيفاش يقولوا يصلح عفسه fixes. كيفاش يقولوا يطراسي عفسه traces ولا course races. رماركيو هادو هما دي زيكزومبل برك ماشي اوبليجي تكونوا تعرفوهم كامل. ما يهمش في الباك في هاد الجزء تاع لي زيكزارسيس. كيفاش يقولوا يخطف عفسه. بون لي زادجيكتيف يعني الف هاد يعني مدهم غير تي سناتش سامثينغ. بون سي اتش ولا سي تي سي اتش رماركيو بلي الزوج عندهم نفس الخانه. وهنا كيف كيف واتشز. واتشز معناتها يشاهد. هادي عندك يتمنى wishes ويغسل washes. سول اكسبسيون اللي عندنا في هاد الدرس بيان سور في شاك درس عندنا اكسبسيون. ميم درس تاع لي سيراب فيها لي زيكسبسيون. كي نبداو نحلو لي زيكزو تاع لي باك خاطش حنا نوصلو مرحلة وين نكملو الدروس نبداو نحلو لي باك. نهضرو على لي زيكسبسيون اللي كاين شغل هاد الاسابيع الجايين ماكسيموم الشهر الجاي نبداو نحلو لي زيكزو تاع لي باك لي تاكس لي باراغراف. على بالي بلي شفت بزاف في لي كومونتير قالك يا شيخ حلنا لي تاكس حلونا لي سوجي. شويه بشويه نوصلو لها ماشي كاع مشكل. عندنا برك لي سيكسيبسيون اللي كاين هنايا قلت لكم مقبله ما تحسبوش لي فوايل. مي في الخانه تاع ايزاد عندك جي او هذا يتحسب اكسيبسيون. هذا يجي في الخانه تاع زاد. روماركيو مليح كلمة كيما changes هذه ما تخلصش بالجي فلافن تخلص بالجي او. هذه تجي في الخانة تاع ايزا. اكزومبل واحدة أخرى العمر ages
أي جزء الأعمر للعمر للمهم الجمع تاع عمر خلاص بجي او قبل الاس وعندك بار اكزومبل القاضي الجمع تاعها جادجز ريماركيو بلي هذه جي او اس جي او اس جي او اس هذا هو السول اكسيبسيون في الدرس كامل سي بون هذا واش كان لي زيكزومبل عندنا ليكسيبسيون تاع هدايا وعندنا الاس بيان سور كي نقول لكم دوبل اس اوتوماتيكمون اس يدخل معاها في هذا الدرس تاع فاينل يوزز و بار اكزومبل ابيوزز هادو هما زوج كلمات اللي نستعملهم في ليكزومبل تاع اس هذا هو الدرس تاع فاينل اس اللي عنده اي سؤال يطرح لي كومونتير ماشي كاع مشكل والدرس بسيط هو برك لازم تفهموا المبدا تاعو شاك درس حنديرو في لونجلي عنده قانون كيفاش يجي في الباك والتطبيق تاعو هاوليك الدرس ودوك نديرو عليه اكزرسيس نديرو اكزرسيس كيفاش يطيح في الباك هاوليك كيفاش يجي في الباك والحل تاعو نحلوه كيف كيف عندنا مجموعة كلمات بار اكزومبل هاي نستعملو باغ اكزومبل مجموعة الكلمات cats rules cats معناتها القط rules قوانين snitch معناتها تبيع relates معناتها كاين ريلاسيون بين عفسة وعفسة invents يخترع sponsors يسponsorizي supervises بون عربية تاعي وفرنسي تاعي شوية كوش كوش مي supervises معناتها يوقف على عفسة supervises the lesson يوقف ويشاهد اللوسون ويفيريفي بلي كلش راهو جيست ولا supervises in a company يروح يفيريفي اسكو هذيك الشركه فيها مجموعه فايس لازم يكونوا عندها اكسيتيرا اكسيتيرا هاي نديرو لا ليست تاعنا ونتخايلو هذه شغل باك دوك المره الاولى اللي تحلو اكزرسيس كيما هذا نورمال تستعملوا لا ليست اللي مديت لكم باش تفهموا المبدا تاعو مي دوزيام تروازيام كاتريام فوا سيو ديرو بلا ليست هذيك قلت لكم توالفوا كاتس وين تجي تجي هنايا باسكو عندها تي قبل الاس كيما تفاهمنا شوف دائما تي قبل الاس رولز نشوفو الاو ولا نشوفو بيان سور نشوفو الال رولز تجي هنا خت الال قلنا يجي هنا سنيتشز روماركيو بلي قبل الاو كاين سي اش تسمى اوتوماتيكمون وماشي بيسك راني ننطقها سنيتشز معناتها اوتوماتيكمون تجي هنايا روماركيو كاين اللي ينطقها غلط كاين اللي يقرا كاتس يقرا كاتيز اوتوماتيكمون سي فو تما ما تشوفوش على القراءة relates كاين تي اوتوماتيكمون relates invents كاين تي invents sponsors كاين الال sponsors خانة زد supervises في الخانة تاع ايزاد هذا في الباك يطيح عليه زوج ولا واحد 75 ولا واحد ونص ريماركيو بلي الدرس سهل مبسط اللي عنده اي سؤال يسقسي في الكومنتار ماشي كاع مشكل كي نكون ندير ريفيزيون نقرا كاع الاسئله تاعكم وانا نكتبهم عندي كي نكون ندير لي ريفيزيون كي نكون ندير نحلو في سوجي تاع هاد ليكزارسيس نهضر لكم ريبوندي لكم على كاع الاسئله ولا ندير لكم فيديو في لي ريبونس على كاع الاسئله تاع الدروس اللي حنديروهم نكملو 6 دروس نديرو اسئله تاع اللي عنده اي سؤال ما فهمش ولا وريبونديو ماشي كاع مشكل هذا هو الدرس تاع فاينل اس وفي الفيديو الجاي ان شاء الله حنهضروا على درس فاينل اي دي